قال محمد هو ابن الجزر يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. من دروس شرح طيبة النشر، متن طيبة النشر في القراءات العشر، وكنا قد أخذنا أول التراجم المتعلقة بسورة المعارج، وإن شاء الله نكمل فرش حروف هذه السورة وسورة نوح وشيئا من فرش حروف سورة الجن. قال الناظم رحمه الله: تعرج ذكرهم ويسأل طوما ادخل ففق شهادة الجمع ظما. تعرج ذكر رم، أي أن رم وهو الكسائي رحمة الله عليه قرأ تعرج الملائكة والروح إليه، قرأ بالياء بالتذكير، يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعرج الملائكة، وقرأ غيره بتاء التأنيث تعرج، تعرج على اللفظ، الملائكة على لفظها، لفظها مؤنث، ولكن الملائكة لا توصف بالتأنيث، لكن اللفظ مؤنث، فجاز فيها تأنيث الفعل وتذكيره. والقاعدة أن الفعل إذا أسند إلى مؤنث ظاهر، يعني ظاهره التأنيث على اللفظ، فيجوز فيه الوجهان. ثم قال: ويسأل ضمما هد خلف ثق، أي أن هد وثق والبزي بخلف عنه وأبا جعفر قرأوا: ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل حميم حميما، بالبناء لمن لم يسمى فاعله. قال: ويسأل ضمما، لأن هذه الحركة الفارقة في قراءتهم عن قراءة الجمهور، فيسأل ضمما بضم الياء للبزي بخلف عنه وأبي جعفر بلا خلاف، ولا يسأل حميم حميما، وقرأ الجمهور: ولا يسأل حميم حميما، مبنيا للفاعل ومفعوله. ولا يسأل الحميم والصاحب والصديق، الصديق اللصيق، ولا يسأل خله وصاحبه نصره ولا شفاعته، لعلمه أن ذلك مفقود، فإن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ولا يسأل حميم حميما. أما من قرأ ولا يسأل حميم حميما، قيل إنه على نزع الخافض، أي لا يقال لقريب أين قريبك، لا يقال لقريب، يعني نزع الخافض منه اللام أين قريبك، لأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أما خلف البز المذكور هنا، فإن رواية ابن الحباب عن البزي الضم، ولا يسأل، ولا يسأل حميم حميم، وكذا رواه الزينبي عن أصحابه عن أبي ربيعة، وإن كانت رواية الزينبي ليست من طرق النشر، لكن هو كثيرا ما يذكر بعض الطرق
من التي لم يخترها في النشر تقوية للقراءة، تقوية للقراءة. أما رواية أبي ربيعة فهي بفتح الياء، ويسأل بضم الياء، هي من الزيادات، فإن هذا الحرف لم يختلف فيه أصلا في السبعة، يعني لم يذكر في الشاطبية أصلا خلاف فيه. ثم قال: شهادات الجمع ظما، شهادات الجمع ظما عد، أي أن يعقوب وحفصا قرأ والذين هم بشهاداتهم قائمون، وقرأ الجمهور والذين هم بشهادتهم على اسم الجنس، والجنس يعم المفرد والجمع، وقرأ بشهادتهم بتعدد الشهود الذين يشهدون، فهم لهم شهادات، لكل واحد منهم شهادة. ثم قال: عد نصب نضم حركا به عفا، كم ولد ضم مسكنا حق شفا، نصب ضم حركا به عفا كم، أي أن عفا كم، وهما حفص وابن عامر، أي أن حفصا وابن عامر رحمة الله عليهما قرأوا إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقرأ غيرهم بدون ضم ولا تحريك، بدون ضم ولا تحريك، يعني بفتح وسكون، إلى نصب يوفضون. إذن عندنا قراءة الجمهور إلى نصب يوفضون، وقراءة عفا كم حفص وابن عامر بالضم والتحريك، تحريك بالضم ضمتين، إلى نصب يوفضون، حركا به يعني بالضم، لأن طبعا مطلق التحريك فتح، لكن أضم محركا به، به يعني بالضم أيضا، نصب. فنصب هي جمع نصب كسقف وسقف، وقيل هي جمع ناصب نصب، وكلها فيما كان يعبد من أحجار وأصنام وأوثان التي تنصب للعبادة. النصب هي الأوثان والأصنام التي كانت تنصب للعبادة. أما من قرأ نصب فإما على الإفراد واسم الجنس، والاسم الجنس يدل على القليل والكثير، أو على كأنهم إلى علم منصوب يستبقون إليه، والنصب هنا بمعنى المنصوب، والنصب هنا بمعنى المنصوب، كما قد يقال أكل أكلا يعني على المصدر، وقد يكون أكلا يعني هذا الأكل طيب يعني المأكول طيب. وقيل أن النصب والنصب لغتان بمعنى ولد هضم مسكنا حق شفاء، لم يزده ماله وولده إلا خسارة، لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قرأ حق شفا البصريان والمكي وحمزة والكسائي وخلف، حق شفا البصريان والمكي وحمزة والكسائي وخلف قرأوا لم يزده ماله وولده إلا خسارة بالضم، وقرأ غيرهم بالفتح وولده فتحتين، وقال اضمم مسكنا، اضمم مسكنا ولده، التنين عكس الضم الفتح،
ولم يسكنه فأيضا فتح. ولده مفرد وهو اسم جنس فيدل على القليل والكثير. وقيل إن ولد وولد لغتان بمعنى كالبخل والبخل والحزن والحزن. والأقرب أن المفتوح مفرد والمضموم جمع كأسد وأسد على ما حققه الزجاج، إلا أن الولد يصلح للمفرد والجمع، والفتح الولد لا يصلح لفظا إلا للمفرد، لا يصلح لفظيا إلا للمفرد، لكنه في المعنى يقوم كما نقول رجل، وقد نقصد به يعني جنس الرجال. ثم بعد ذلك تمم فرش حروف سورة نوح قال: ودا بضمه مدا وفتح أن ذي الواو كم صحب تعالى كان فن. ودا بضمه مدا أي أن مدا وهما المدنيان قرأ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه من يعني أسماء الأصنام التي اتخذها قوم نوح، وبعضها جلس إلى بقي إلى يعني الجاهلية بعض الأسماء، ولذلك كان يعني من صناديد فرسانهم عمرو بن عبد ود نسبة إلى هذا الصنم. المهم أن ود هذه من أسماء الأصنام، هو ود وود بالضم والكسر، وهما لغتان في هذه الكلمة. ثم قال، وهذه بداية فرش حروف سورة الجن: وفتح أن ذا الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كسى. وفتح أن ذي الواو كم صحب، أي أن كم صحب، وهم ابن عامر وحمزة الكسائي وخلف وحفص، حمزة الكسائي وخلف وحفص وابن عامر قرأوا بفتح الهمزة من اثني عشر موضعا في هذه السورة، وهي كلها مسبوقة بالواو. قل أوحي إلي أنه استمع، وقيدها بالواو لأنه هذا الموضع ما في واو، فما في خلاف، هذا مفتوح للجميع. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهذه بالكسر إجماعا. الخلاف وقع في اللي قبل واو، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا، وهذا أول المواضع، وأنه تعالى جد ربنا بالفتح لكم ابن عامر وحمزة الكسائي وخلف وحفص، وسيأتي تفصيل لأبي جعفر. أما حمزة الكسائي وخلف وحفص وابن عامر فهم يفتحون هذه المواضع كلها 12، وفي بعضهم 13 أيضا، وأنه لما قام عبد الله، لأن هذا الموضع يعني فيه تفصيل أدق. إذن عندنا قرأ ابن عامر والكوفيين عدا شعبة بفتح هذه المواضع 13، وأنه تعالى جد ربنا، والذي بعده أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله، وهكذا. وقرأ غير هؤلاء قرأ غير هؤلاء وهم
أهل سما وشعبة، أهل سما وشعبة بالكسر إلا مواضع فتحها أبو جعفر. أهل سما المدنيان والبصريان والمكي وشعبة قرأوا بكسر الهمزة في هذه المواضع الاثني عشر. أما الثالث عشر وأنه لما قام عبد الله، هذا فيه تفصيل سيأتي. إذن عندنا وأن من عند بداية الخلاف من عند وأنه تعالى جد ربنا، وإنه تعالى جد ربنا. ابن عامر والكوفيين عدا شعبة يقرؤون بالفتح، ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة مواضع. قال تعالى كان ثن، أي أن أبا جعفر وافقهم في الذي بعد أن تعالى والذي بعدها كان، اللي هي إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا بالفتح، يقرأها بالفتح. وأنه كان رجال، وأنه كان يقول سفيهنا. إذن هذه ثلاثة مواضع يوافق فيها أبو جعفر ابن عامر ومن معه، يوافق فيها أبو جعفر ابن عامر ومن معه. تعالى كان ثن صحب كسى، اللي هي فيها تعالى وأنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول اللي فيها كان، وأنه كان رجال. وافقهم أبو جعفر في هذه المواضع الثلاثة، وكسر في بقية المواضع كنافع ومن معه. إذن عندنا يعني 12 موضعا فتحها ابن عامر والكوفيين عدا شعبة، وكسرها شعبة مع أهل سما إلا يعني أبا جعفر فتح في بعض المواضع اللي هي بعدها، وأنه تعالى وأنه كان يقول أنه كان رجال، وكسر أبو جعفر معهم في بقية المواضع. ثم قال والكل ذو المساجد، أي أن جميع القراء فتحوا وأن المساجد لله، كل القراء فتحوا وأن المساجد لله، جميع القراء اتفقوا على الفتح فيها. أما قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فقد كسرها أتل صاعدا، كسرها فقط نافع وشعبة، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وفتحها غيرهما حتى الذين يكسرون المواضع السابقة فتحوها. لكن ننبه هنا إلى شيء أو أشياء. الشيء الأول أن المواضع هذه المختلف فيها مسبوقة بالواو، فتح أن ذي الواوي، وفتح أن ذي الواوي كم صحبته، ثم وفتح إن ذي الواوي كم صحب، فتح أن أو إن ذي الواوي كم صحب، هذا أولا. ثانيا أبو جعفر له ثلاث استثناءات يفتح فيها والباقي يكسر، أنه تعالى، تعالى كان، تعالى أنه تعالى، وأنه كان رجال، وأنه كان يقول سفيهنا، هذه التي يفتح فيها والباقي يكسر فيها. شعبة وأبو عمرو ونافع ويعقوب وابن كثير كسروا في 12 موضعا، اللي هي وإنه تعالى جد ربنا، وإنه كان رجال، وإنه يقول، وإنهم ظنوا، وإنا لمسنا، إلى آخره. اتفقوا جميعا على وأن المساجد لله بالفتح، والكل ذو المساجد معطوف على الفتح، معطوف على. ثم قال وأنه لما كسرت له صاعدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه، هذه انفرد بكسرها نافع وشعبة،
وفتحها غيره، وهذا آخر ما يتعلق بفرش حروف بهذا الدرس. بقي شيء من فرش حروف سورة الجن نكمله إن شاء الله تعالى مع بقية فرش الحروف إلى سورة إلى نهاية سورة القيامة في الدرس القادم إن شاء الله، إلى أن نلقاكم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما